هاجر حمدي عبد العليم، انا محبوسه في جامعه القاهره واتطلع عليا وعايزين يخطفوا مني التليفون. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. انا عندي رساله عاجله الان، رساله الى امن الدوله في مصر، ورساله الى الاباء الاجلاء المقدسين الذين نبجلهم ونحترمهم، ورسالة إلى المتنصرين العابرين الذين يعرفون هذه القصة. وصلني بالصدفة الآن فيديو قصير مدته نص دقيقة تقريبا لمتنصرة اسمها هاجر حمدي عبد العليم، وهي بتهرب من أمن الدولة في شارع جامعة الدول العربية، ولما اتصلت بالتليفون تطلب من إخواتها العابرات المتنصرات اللي عارفاهم في جروب معين تقول لهم أمن الدولة ورايا وعايزين يخطفوني، خدوا منها التليفون وتوقف تليفونها حتى الآن. يا أمن الدولة أفرجوا عن هاجر حمدي عبد العليم، أفرجوا عن بنت الرب. يا أبائي الأفاضل في مصر، حرام تتعاملوا معانا بالطريقة دي، ان خلاص كأن شيء لم يحدث. محامي من الكنيسة يروح ويشوف ايه الموضوع، حرام دي نفس، ولا يعني احنا ملناش حتى حساب ولا هو احنا بينا بالعدد والعدد في الليمون. دي نفس غالية، دي نفس المسيح مات عشانها. لو ما كانش فيه على وجه الأرض غير هاجر حمدي عبد العليم كان المسيح جه لأجلها هي فقط. يا جماعة المسيح جاء من أجل كل واحد فينا. مجيء المسيح وقصة فدائه هي شخصية لكل واحد، مش عامة. يعني جاء عشانك وجاء عشاني وجاء عشان هاجر وجاء عشان كل متنصر ومتنصرة. أنا هسيب لكم الشريط اللي هو نص دقيقة تقريبا عشان تبقى صرخة احتجاج ضد أمن الدولة، أو بيسموه إيه دلوقتي؟ معرفش بيسموه إيه، الأمن الوطني. أرجوكم اتقوا ربنا في الناس، أرجوكوا. البت ما عملتش حاجة، البت بصورتها وبصراخها في هذا الفيديو اللي هذيعه لكم، كل من يعرف شيء عنها يتصل بينا يطمننا أرجوكم. ويا أيها المحامين العظماء الرائعين في مصر زي كرم، أرجوكوا اعملوا بلاغ باختفاء هاجر حمدي عبد العليم. لا أسرتها تسأل عليها، ولا البيت اللي كانت عايشة فيه تبع الكنيسة يسأل عليها، ولا حد من الآباء هيسأل عليها. فين الضمير؟ ليه مش بتخافوا علينا؟ ليه؟ البنت اللي هاجر ملهاش حد. ربنا بعت هذا الشريط ليا عشان ارفع صوتي يهز مصر، وانا عارف ان دي بنت الرب ومش ممكن يضيع دمها ومش ممكن تهدر حياتها. صلوا معايا من اجل امان البنت وسلامتها وعودتها. طبعا انا الشريط موجود مع معظم العابرات في مصر ووصلني بالصدفة، فهل انا بكشف عنها؟ ولا انا بس بتساءل
أين ذهبت هاجر؟ أطلقوا هاجر، أرجوكم أطلقوا هاجر. ربنا يبارككم، ونصلي من أجل بنتنا. لك المجد يا رب، آمين. بسم الله والابن والروح القدس له واحد. هاجر حمدي عبد العليم، انا محبوسه في جامعه القاهره، واتطلع عليا وعايزين يخطفوا مني التليفون.